of type 2 diabetes, but treatment for long-term complication of diabetes. طبعا احنا هنا الموضوع هو شويه بتعقبات. احنا راح النقاط الاساسيه خلينا نقول برنسبل اوف تريتمنت سويناها على شكل نقاط، وكل نقطه بالحقيقه بها فكره معينه لها علاقه بالتريتمنت مالت تايب 2. النقطه الاولى الريكومندد glycemic goal for patients with type 2 DM is the same as in type 1 DM. أول ملاحظة، احنا ذاك اليوم أخذنا الحقون، أخذنا التريتمنت مالت التايب 1 diabetes وحطينا شيء سميناه glycemic goal or glycemic يعني target glycemic goal. قلنا الـ HbA1c المفروض مثلا 7 أو أقل، البوست براندية لازم اقل من 180، وهكذا الفري براندية عملنا لازم اقل، وهكذا ارقام احنا كلها خليناها قلنا هي هاي تارجت جلايسيميك جو. فنفس التارجت جلايسيميك جو اوف تايب 1 هو نفسه يعني ابليكابل تو تايب 2. واحنا قلنا اخذنا الحقيقه التارجت مالنا، اخذنا الريكومنديشن اذا تتذكرون مالت الامريكان ديابيتيس اسوشيتد، قلنا هذه هي اكثر قبولا. مثلا الاخرى ايضا التريتمنت مالت التايب 2 ديابيتس نفس التايب 1 هم تشمل لنا النان فارماكولوجيكال تريتمنت، وقلنا النان فارماكولوجيكال تريتمنت تشمل لنا بالدرجه الاساسيه هي الاكسرسايز والميديكال نيوتريشنال ثيرابي. وبالحقيقه هنا يعني خصوصا الاكسرسايز وكذا هنا يعني اهميته بالتايب 2 يعني اوضح من التايب 1، لانه يعرفون انه الاكسرسايز هو انكريز الانسولين سنسيتيفيتي وبروموت الويت لوس، وبالتالي كل هذا احنا مثل ما قلنا تقلل لنا الانسولين ريزيستنت اللي هي قلنا المين بروبلم ان بيشنت ويز تايب 2. نجي على الفارماكولوجيكال تريتمنت. فارماكولوجيكال تريتمنت اوف تايب 2 عاده نقسمها الى اورال ايجنت. طبعا حتى يعني لو بات مصطلح اورال هايبوغلايسيميك ايجنت يعني مو بهيج الدقه، وانما يستخدمون في المصطلح يعني شوي اعم، يقولون اورال انتي ديابيتس دراج. ليش ما يستخدمون مصطلح اورال هايبوغلايسيميك ايجنت؟ ايش معنى ليش مصطلح اورال هايبوغلايسيميك ايجنت يعني مو كلش دقيق حتى يغطي كل هذه الادويه الاورال؟ معي؟ لا ليش؟ لان يعني بالحقيقه انتبهنا مو كلهن هن يسوون يعني ريديوس جلوكوز ليفل، وانما اكو قسم من عندهم يمنع عن زيادته. اوكي يعني اكو قسم من عندهم يمنع عن الزياده، وبالتالي هي مو هايبوغلايسيميك ايجنت. فالمصطلح الاعم اللي يشملهم كلهم يقول عليه اورال انتي ديابيتيك او اورال انتي ديابيتيس دراج، لانه مو كلها هي تنزل السكر، اكو ادويه تمنع صعوبه. واضح يعني؟ جنرالي عندنا الادويه الفارماكولوجيكال تريتمنت اوف تايب 2 ديابيتس نقسمها الى اورال ايجنت ونقسمها الى بارنترال ايجنت. طبعا البارنترال يشمل لنا ميلي هو شنو؟ الانسولين، وبدرجه اقل بالحقيقه عندنا هنا بالعراق احنا نسميها الانكريتين ماي ميتي في الاكسين دايت اللي راح يرجع على اسرع الانكريتين. شوف هذا الجدول. جدول بس خلينا ناخذ كل الافكار اللي من الممكن انه نستفاد من عندها. هسه اولا بس صوتكم يا شباب. الكلاس، والكلاس انا اعتقد انتم بالفارما ماخذينها يعني، ان هذا اولا مره عندنا الانسولين سنسيتايزر، عندنا فيها البايك وان اي، وعندنا الميتفورمين اللي هو، وعندنا التايزولدين دايون، عندنا البايوبيتاز، عندنا الانسولين سيكريتو جوب دن الميديكيشن اللي هي انهانس الانسولين سكريشن، اللي تشمل لنا السلفونيا جويز والبيجنتينايد ريبابينايد والهاتيجين، وعندنا الميديكيشن اللي تشتغل لنا على الانكريتين اللي هي داي بابتيديل بابتايديز فور انهبيتر، دن نبات نسميه الجلبتينز يعني سي سبسا جلبتين سي تجلبتين دوكا جلبتين، وعندنا الانكريتين مايمنتك مثل ما قلنا اكزينيتايد ديراكتايد وغيرها.
الالفا جلوكوز انيز انهبيتر مينلي الاكاربوز، وعندنا الامايليد ريسبتر هذا من البارنترال ايجنت. طبعا البرامينين تايب، بس هذا طبعا البرامينين تايب الحقيقه يعني تقريبا استخدامه اكثر شيء منحصر باليو اس اي يعني باوروبا وبلدان ما موجود تقريبا. وعندنا هاي الموست ريسنتلي ديفلوب جروب اوف ميديكيشن اللي هي عندنا الاس جي اي الاس جي او بي 2 انهبيتر صوديوم جلوكوز ترانسبورت 2 انهبيتر. عندنا الكتان الجلوكوزين دابل جلوكوزين هاي اولا عندنا الكلاسيفيكيشن مالت الجروب. زين شوف احنا هنا هسه الميكانيزم اوف اكشن هذا اللي ما لنا دخل يعني بالفارما اللي تعرفونه، بس يعني شوف احنا مش حاطين عليه. عندنا هنا هاي الخانه هذا الكولر صوتكم يا طلاب. عندنا هنا البيرسنت اي 1 سي ريدكشن، البيرسنت اي 1 سي ريدكشن انا هذا حاطط لكم ارقام. الارقام هي ليست الحكم، بس احنا خلينا ناخذ شنو هي الفكره العمليه اللي مترتبه على ليش حاطين هذا الرقم. شوف هذا هنا مثلا هنا البيرسنت اتش بي اي 1 سي ريدكشن يعني باي وانا ديفنس فور مي يقول لك 1 تو 2 مثلا سيلفوني يوريز 1 تو 2 وهكذا المجنتينايد 0.5 تو 1. هاي ليش تفيد؟ يعني شنو الفائده من نعرف هذه ان تعرف انه الميتفورمين الماكسيمم مالته ممكن انه يقدر لنا الاتش بي 1 سي مثلا باي 1.5 او كلش كلش. هاي ليش تفيدنا؟ تفيدنا نوبات احنا يجينا مريض يعني انيشيالي اول ما تايم اوف دايجنوزز يطلع لنا الاتش بي 1 سي مالته يجوز 10 يجوز 11 مثلا. واضح هسه هذه؟ احنا شنو التارجت مالتنا؟ قلنا قد الجلاسيك بور التارجت اتش بي 1 سي مالتنا قد 7 او اقل. زين هو طلع لنا التايم اوف دايجنوزز الاتش بي 1 سي مالته 11 التارجت مالتنا احنا قلنا 7 او اقل. زين انا اجي على الميتفورمين الماكسيموم مالته يقدر اني اياه باثنين يعني ال 11. اذا الميتفورمين اكزيرت الفول ثيرابيوتيك افكت مالته راح يسوي لي اياها قد 9 9 هم ما لا زالت هي شنو اوت اوف ذا شنو اوت اوف ذا تايم. فمن البدايه من البدايه هذا المريض اقول الراده شنو؟ شنو الراده هذا؟ الراده شنو؟ كومبينيشن اوف اورال انتيثيرابيوتكس. من البدايه انا اعرف هذا الميتفورمين الماكسيموم الجلوكوز الماكسيموم اي اي 1 سي لورنج افكت مالته هو 2 اذا 11 كلش كلش راح يصير 9 9 هذه هم ستو اوت اوف ذا رينج. فمن البدايه اقول هذا البيشنت الراده كومبينيشن اوف اورال انتي ديابيتس درايف من كده سنجل ايجنت المونو ثيرابي يعني ان لايكلي تو اتشيف ذا تارجت اتش بي اي. نجي على هنا حاطين كولوم بي ادفانتجز وديس ادفانتجز. طبعا هنا ادفانتجز وديس ادفانتجز اكثرها يعني نقصد بها سايد افكت يعني بالنسبه للديس ادفانتجز. وبالنسبه لل شوف هي كلها الادفانتجز والديس ادفانتجز اكثرها متمحوره على شغلتين اساسيات. افكت اون شنو؟ افكت اون شنو؟ الويت وشنو؟ الهايبو جلايسيا. يعني شوف هسه هنا مثلا الانسولين سكريتور جروب المين ديس ادفانتجز مالتهم انه شنو وش يسوون؟ هايبو جلايسيميا وشنو؟ ويت جين. بينما شوف مثلا الميتفورمين ادفانتجز مالته دونت كوز شنو؟ هايبو جلايسيميا وكلش كلش نبات يقولون عليه ويت نيوترال يعني هو نبات بروموتين ويت شنو؟ لوس. يعني احنا ندور ريد بروموت ويت لوس هذا اوكي يعني هذا نعتبرها ادفانتج وكلش كلش خلي يكون ويت نيوترال. اما اذا سوينا بروموت ويت جين فهذه نعتبرها بالحقيقه ديس ادفانتج مثل ما موجوده بالسيرفون يوريا مثل ما موجوده بالمجرمين بالاضافه الى انه الهايبو جلايسيميا. طبعا منطقيا الادويه الانسولين سكريتوغو يعني سلفونيوم يوريا والماجنتينايد هدفني الاكشن مالتها الفارماكولوجيكال ميكانيزم اوف اكشن مالتها هي بروموت الانسولين سكريشن ريجاردس اوف ذا جلوكوز ليفل. واضح هي انهاس ستيميوليت الانسولين سكريشن وبالتالي المريض اذا ما باكل اذا ما هذا راح يصير عنده شنو؟ هايبوغلايسيميا. اما الميتفورمين وغيره فبالحقيقه النيجاتيف فيدباك بعد هيستول وورك اذا بس مجرد انه الجلوكوز شويه قل الانسولين سكريشن راح يقل وبالتالي ما راح يصير عندنا ريسك اوف
الهايسكيميا. إذا مين ديس ادفانتجز للسيلفون انيوريا والبيجنين ايديا هرمون ويت جين والإضافة إلى الهايبوجلايسيميا. طبعا احنا هنا شوف يعني حاليا هسألتني احدث الادويه، احدث جروبات من الادويه خلينا نقول بالخمس او ست سبع سنوات الاخيره هي كانت من عندنا الدايبكتيدين بابتايديز فور انهبيترز، وعندنا صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 انهبيترز. فنشوف لحد الان وبالسنه هذا حاليا بال 2015 و 2016 حاليا بالنسبه للسايد افكت مالتها في تقريبا 40 لغات عليها شغلات جديده ونيو ريكومنديشن. فمثلا نجي على الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 انهبيتر، هسه بالاخير يعني سايد افكت مالتها شافوا انه اكو حملات مسجله الى انه شنو كيتو شنو اسيدوسيس. بالنسبه للدايبكتيدين بابتايديز 4 انهبيتر الاحدث شيء لها انه شافوا السكسجلبتين والالوجلبتين ولو ما مكتوب هنا انه ماي اجريفييت او ماي انديوس هارت فيلر. لذلك نشوف اليوم نيو ريكومنديشن ضافوا لها انه الالوجلبتين والسكسجلبتين كونترا اندكيتد من البيشنت اللي هارت فيلر وان شود بي ستوب ذا بيشنت اللي دون شوف هذه بالحقيقه الادويه عاده ان الادويه الحديثه عاده بنكتشفينها بمرور الوقت بالاستعمال اذا طلعنا عليها سايد افكت ربما في وقت كتابها ما موجود، مو مثلا الميتفورمين اللي صار له 50 سنه او كذا هذا هيك السايد افكت مالته وسيفتي بروفايل يعني ويل نون ويل اندستر. نقطه اخرى مثل ما قلنا اذا هسه عندنا اورال انتي ديابيتس ايجنت وعندنا بارينترال انتي ديابيتس ايجنت. الاورال هذا يكون اللي حكيناه عن بايبونات، بايزولينين، سلفون انيوريا، هايبرتيدين، الفا جلوكوزيدين وغيرها. وعندنا البارينترال قلنا مين اللي هو من هو عندنا هنا بالعراق اللي موجود عندنا الانسولين وبدرجه اقل بالحقيقه الاكريتين مال مديك الاكسينيتايد و النقطه الاخرى المهمه نريد نعرفها انه بعض الادويه واحنا خلينا نعرف ونحفظ خلينا نقول الادويه اللي اكثر تداولا عندنا بالعراق. الدرايكس لايك مثلا عندنا الميتفورمين وسلفونيليوريا. طبعا والانترميديت واللونج اكتنج انسولين اذن كنترول فاستنج بلازما جلوكوز مور افكتيف. يعني هذه الادويه اللي قسمناها اورال وبارينترال وكذا قسم من عندها واحنا خلينا ناخذ الاشهر الاكثر تداولا بالنسبه للاورال عندنا الميتفورمين وسلفونيليوريا. وبالنسبه للبارنترال عندنا الانترميديت واللونج اكتنج انسولين. هذني مور افكتيف ان كنترولينج ذا فاستنج بلازما جلوكوز. وبالتالي اذا المريض عنده مشكله نوت اتشيف ذا تارجت بري برانديال الفاستنج بلازما جلوكوز انا اقدر الادويه اللي استخدمها لكنترول الافكت البري برانديال او الفاستنج هي هاي الادويه سلفونيليوريا، ميتفورمين، لونج اكتنج او انترميديت اكتنج. بالمقابل عندنا ادويه مثل خلينا نقول الرابيد اكتنج انسولين هذا منطقيا رابيد اكتنج انسولين. وعندنا هذني الرابيد اكتنج اورال ايجنت بجلوتينايد رابيد اكتنج اورال ايجنت بجلوتينايد مثلا والدايبكتيدين بيبتايدز فور انهبيتر هذني مور افكتيف ان كنترولينج شنو؟ ذا بوست برانديال جلوكوز. فاذا عندنا ادويه مثل الميتفورمين السلفونيليوريا مور افكتيف ان كنترولينج ذا فاستنج جلوكوز وعندنا ادويه مثل الدايبكتيدين بيبتايدز فور انهبيتر المجلتينايد هذني مور افكتيف ان كنترولينج ذا بوست برانديال جلوكوز. فاذا المريض اني مطيه ميديكيشن بس شنو مثلا البوست برانديال جلوكوز دبل نوت وذين ذا تارجت نوت اتشيف ذا جلايسيميك جول ذاك الوقت انا اضيف له مثلا دايبكتيدين بيبتايد فور انهبيتر او ادجلينان. اذا المشكله عندك في الفاستنج انا اضيف له مثلا سلفونيل يوريا او ميتفورمين دوز اغيرها او لونج اكتنج او انترميديت اكتنج. فاذا اكو ادويه تشتغل على الفاستنج اكثر اكو ادويه تشتغل على البوست برانديال جلوكوز دبل.
احنا هنا هذا نفس الشيء اللي حكيناه هسه، احنا خلينا نحفظ الاستثناءات، الاقل والبقيه عود هي اورال. يعني احنا قلنا باستثناء يعني خصوصا عندنا الانسولين سكريتو بور اللي هي سلفونين يوريز والميتاجلينايد والرابيجلينايد والناتيجلينايد، يعني الميجلينايد احنا نسميهم هذول اللي عندهم بروموت انسولين سكريشن يسوي لنا ريسك اوف شنو؟ ريسك اوف وات؟ الهايبوغلايسيميا. اما البقيه في الحقيقه اكثر ايه؟ بايوانايد، الفا جلوكوزيدين، دايبرتيدين، دايزوليدين، دونت دايركتلي كوز هايبوغلايسيميا. واضح؟ فاذا ادويه الريسك اوف هايبوغلايسيميا ما هي اللي عندنا بالانسولين سكريتو بور اللي هي سلفونين يوريا وميجلينايد. بعد هل خلينا نحفظ الاستثناء والبقيه عوديه. الباي بوناي هو بصوره اوضح عندنا الثايزوليدين دايون، هذا البايوفليتازون الجلوكوز دوري افكت مالته ايش بيه ديلي باي شنو؟ باي ويك. هذه معلومات عمليه، يعني هذه معلومات عمليه، يعني انا جينا المريض ديابيتيك وطيته بايوغليتازون، انا مو اجي اتوقع اجي اقيسه ورا يومين وثلاثه اجي اقيس الجلوكوز قبل مالته واذا القاه على اقول هذا بدا يفيده، وانما انتظر لمده شهر تقريبا تبروديوس الفول ثيرابيوتيك افكت. فاذا عندنا الباي بوناك وخصوصا عندنا الثايزوليدين دايون الجلوكوز لورنج افكت مالته شنو؟ ديليد باي ويكس، بينما بالحقيقه البقيه الجلوكوز عندنا الدايبرتيدين بالدايبرتيدين والبقيه كلها تقريبا الجلوكوز لورنج افكت مالته شنو صار؟ هو شنو؟ اميديت. واضح يعني؟ هسه نجي واحد شخصنا سكر نيولي دايجنوز تايب 2 دايابيتس، شلون شعر؟ طبعا الامريكان دايابيتس اسوشيشن وكل المنظمات الاندوكراينولوجي وغيرها تنص على انه الميتفورمين هو الانيشيال دراج اوف تشويس، الانيشيال دراج اوف تشويس فور تايب 2 دايابيتيك. ليش؟ طبعا هذه الاسباب مالته، الافكاسي مالته، سايد افكت بروفايل قلنا ما يسوي لنا هايبوغلايسيميا وغيرها، الكوست مالته كلش يعني قليله بالمقارنه مع البقيه، وبالاضافه الى انه الافكت مالته مثل ما قلنا هو بروموشن ومايلد ويت لوس، بالاضافه الى انه انذر افكت عنده هو بالحقيقه امبروف ليبيد بروفايل وان كان يعني اسهل. فاذا هسه البيشنت نيولي دايجنوز تايب 2 دي ام اني شود ستارت شنو؟ متفورمين. شو وقت احنا مثل ما قلنا بس اذا المريض الاتش بي اي 1 سي مالته من البدايه 10 او 11 قلنا المتفورمين الون كان نوت اتشيف ذا تارجت اتش بي اي 1 سي، وبالتالي في البدايه انا لازم استخدم شنو؟ كومبينيشن متفورمين ويا طبعا سابقا كانوا لما يشخصون واحد نيولي دايجنوز تايب 2 دي ام خصوصا اذا كان اوبيس ياخرون العلاج. اول مره يخلوه على الميديكال نيوتريشن ثيرابي واكسرسايز على امل انه يصير عندنا كنترول للجلوكوز دبل باي ذيس نون فارماكولوجيكال افكت. طبعا هاي الريكومنديشن الان الغيت والتوصيه الاحدث حاليا انه تو ستارت ميتفورمين ثيرابي ات تايم اوف شنو؟ للبدايه لا اقعد انا انتظر اوكي انا اديها ميديكال نيوتريشن ثيرابي اسوي لها اكسرسايز بس وي شود ستارت ميتفورمين ثيرابي ات تايم اوف دايجنوزيس اوف تايب 2 دي ام. انا هسه هذا المريض شخصته تايب 2 دي ام الاتش بي اي 1 سي مالته كان مثلا 8 اوكي يعني انا اتوقع من الممكن انه الميتفورمين الون ممكن اتشيف ذا تارجت اتش بي اي 1 سي قدر ما يعني الى ان قد اظل انطي متفورمين ذاك الى ان احكم اقول والله يابا هذا المتفورمين بعد يعني نوت سفيشنت تو اتشيف ذا جلايسيميك الى قد انتظر يعني تريتمنت مالته قد انتظر كم شهر كم اسبوع. طبعا هنا ايش بي اي 1 سي ذاك الوقت اني اسوي كومبينيشن او metformin and other drugs should be possible. من هو الموست كومنلي يوز كومبينيشن ومن هو metformin and شنو؟ سلفونين. اكثر شيء موست كومنلي يوز كومبينيشن هو metformin
مسلمين. شوف هذه العبارة وأنا أطلب أسمعكم أنه تفسروا لنا إياها. عندنا رابيد أكتينج إنسولين سكريت دوغ اللي نسميه الميجليتينات. هذني يعني بصورة مختصرة يعني نفس الرابيد أكتينج إنسولين بس ذني شنو إنه أور يعني رابيد أونسيت وشورت شنو؟ فيديو. شوف العدسات اللي ظهرت فيكم. يقول رابيد اكتنج انسولين سكريت دوغ الميجليتينات may be used instead of sulfonylurea in patients who develop late postprandial hypoglycemia on sulfonylurea or patients with irregular meal schedule. يعني انا هسه لاني عندنا رابيد اكتنج اورال هيل نسميه الميجليتينات. رابيجلينايت، ايتابلينايت كذا. وقت استخدم يقول المريض اللي ديفلوب بوست برانديال هايبوغلايسيميا ليت بوست برانديال هايبوغلايسيميا او البيشنت اون ايرريجولار ميل سكيل. ليش يعني؟ اشمعنى؟ ليش انا استخدم هندني للمريض اللي ديفلوب ليت بوست برانديال هايبوغلايسيميا؟ لانه شورت ديوريشن. فالافكت مالتهن يعني على قدر شنو؟ على قدر الميل وبالتالي ما لور ذا ريسك اوف شنو؟ ليت بوست برانديال هايبوغلاس. بعد زين ليش استخدم للبيشنت وذ ايرريجولار ميل سكيدول؟ يعني ايرريجولار ميل سكيدول يعني هذا يوم يتغدى يوم ما يتغدى يوم يتعشى يوم ما يتعشى كذا ايرريجولار ميل سكيدول. ليش انا استخدم له افضل استخدام للرابيد اكتنج انسولين سكريت دوغ؟ يعني اذا اكل شنو؟ واذا ما اكل ما ياخذ. هذني اللي يستخدم الاون نيد. اون نيد انا اذا هذا المريض ريجولار ميل سكيدول ومنطيه انا سلفونيل يوريز مثلا هذا اذا ما تغدى اذا ما تعشى راح يصير عنده شنو؟ هايبوغلايسيميا. فهذا المريض اللي اون ريجولار ميل سكيدول افضل له يستخدم الرابيد اكتنج اللي انسولين سكريت دوغ لانه هذا يستخدم الاون نيد يريد يتغدى قبل ما يتغدى بعد 10 دقائق نص ساعه نحو يستخدم هذا ياخذ حبايه واذا ما تغدى ما يستخدم. اوكي يعني هذا يستخدموه اون نيد رابيد اكتنج وشورت ديوريشن اوف اكشن. فبالتالي ممكن هنا فيه يعني دوزنج فلكسبيليتي اذا اكل اكل واذا ما اكل ما ياخذ. طبعا البيشنت هنا قلنا اذا ميتفورمين الون ما كفى نضيف له كومبينيشن قلنا اكثر شيء ميتفورمين سلفونيل. اذا هذا الدوال ثيرابي تو ميديكيشن ما فاتته انا راح احول على تريبل ثيرابي اعطيه ثلاث ادويه. الثلاث ادويه عاده ميتفورمين سلفونيل يوريا، الثالث عاده الاكثر احنا هنا بالعراق نضيف له داي فبتدين فبتعدين سوار انبتر سيتابلتين سكسكلتين الوبتين او قد نضيف احيانا شنو نضيف له شنو؟ انسولين. واضح؟ قد نضيف له شنو؟ انسولين يعني بيسال انسولين لونج او انترميديت. زين اقدر انا استخدم انسولين من البدايه يعني هو تايب 2. تايب 2 ممكن انه تايب 2 اول ما شخصناه نبدي له انسولين؟ اكو هيك شيء؟ اكو بالحقيقه بس احنا ما نحن متفقين انه بالنهايه اكثرهم هم راح نضيف له انسولين، اول وثاني راح نضيف له انسولين. هاي بالنهايه متفقين عليها انه اكثر المرضى التيميتلي ويل نيد انه اديشن اوف انسولين. بس من البدايه تايب 2 انا اعطيه انسولين؟ اكو هيك انديفيدوال بالحقيقه. اول شيء بعض الجروب مثلا المريض اللي اتش بي اي 1 سي مالته ات تايم اوف دايجنوزس اكثر من 10 من الممكن ان ابدي له انسولين انيشيالي ات تايم اوف دايجنوزس. بعد اذا كان الراندوم جلوكوز مالته اكثر من 300 او الفاستنج اكثر من 250 هذا من الممكن انا ابدي له انسولين من الممكن ابدي له انسولين ات تايم اوف دايجنوزس. او اذا كان البيشنت شنو هايبر جلايسيميك شنو؟ سيمبتومز. احنا قلنا اغلب مرضى التايب 2 هم شنو هم؟ اسيمبتوماتيك. فاذا يجينا تايب 2 سيمبتوماتيك بيشنت احيانا هذا ذيس از ان انديكيشن تو ستارت انسولين ايرلي انسولين ثيرابي بالاضافه الى البريزنس اوف هيومن الكيتون. الكيتون في الحقيقه هذه اكثر شيء تشوفها بالتايب 1 بس اذا انت تايب 2 احيانا مستقبل انسولين. هذا بس هو احنا هنا عندنا هذا هي القاعده الاعم والاكثر استخداما الى الكومبينيشن ثيرابي فيلم تو اتشيف يوغلايسيميا ذاك الوقت احنا نضيف له.
الثانية هسعدنا treatment of long term complication. وخلينا سنحكيها سوالف يعني. مثلا عندنا نفروبات. انا سريد اعرف شلون يقول هذا المريض مثلا diabetic patient صار عنده نفروبات. شنو هو اللابريتوري تيست تو كونفيرم انه هذا البيشنت عنده نفروبات؟ شو نسوي؟ بروتين يوريا عادي، البومين يوريا. اذا نعم البومين يوريا. اذا البيشنت هذا حتى انا اشيكه هل انه ديفلوب ديابيتيك نفروباتي اور نوت، انا اسوي له تيست فور بروتين يوريا. طبعا بها الارقام نعرف بها انه هذا صاير عنده ديابيتيك نفروباتي. زين البريفنشن، انا شلون هسه هذا المريض ديابيتس، انا اول مره قبل ما اعالجه اول مره احاول امنع، فشلون امنع الديفلوبمنت اوف ديابيتيك نيفروباثي؟ بالمناسبه ترى النيفروباثي هو الكوز نمبر 1 برينال فيلر، كرونيك رينال فيلر. هذول في المستشفى مدينه الطب وغيرها عندهم دور جماعه الغسل، كيمو دياليسيز، كرونيك رينال فيلر. الاكثر السبب الاول اكثر واحد انه ديابيتيك فيلر. زين انا شلون امنع هذا؟ شلون؟ بريفنشن. شو اسوي له يعني حتى تو بريفنت ديفلوبمنت اوف نيفروباثي؟ ها يعني؟ اهم شيء يعني انك تسوي ديابيتيك فيلر، ها يعني؟ اذا اول شيء جلايسيميك كنترول، وبعد كنترول بعد فد شيء فاكتور اهم كونتريبيوتنج فاكتور شود بي كنترول بالاضافه الى الجلوكوز ليفوسينو. اي جاي شنو هو الافكت يعني الجلوكوز؟ بعد شنو المفروض؟ منو بعد في فاكتور كونتريبيوتنج فاكتور فور نفروباثي والمفروض شود بي كنترول؟ شنو بعد؟ غير الجلوكوز ليفل. بعد بلاد شنو؟ بلاد شنو؟ بلاد بريشر. بلاد بريشر هذا بلاد بريشر عمينا من الممكن انه اذا بيشنت ان كنترول هايبرتنشن هذا عمينا كان اجريفيتنج نفروباثي. واضح؟ فاذا المريض اللي not develop نيفروباثي but control of glycemia glycemic control and blood pressure control كانوا تقريبا equally effective و equally important. بس باور بالمريض اللي established diabetic نيفروباثي، مريض صار عنده diabetic نيفروباثي، فإن هنا البلد بريشر كنترول بالحقيقة more important than the glycemic control بالسلو بالبريفنشن او بال يعني بال سلوينج ذا بروجريشن اوف نيفروباثي. فاذا المريض ما صاير عنده نيفروباثي هنا السيطره على السكر السيطره على الضغط اثنيناتهم بنفس الدرجه من الاهميه. بس اذا المريض صاير عنده نيفروباثي استابل نيفروباثي هنا بالحقيقه كنترول اوف ذا بلاد بريشر مور امبورتنت ذان ذا جلايسيميك كنترول. شنو هي الفيرست لاين ميديكيشن تو كنترول بلاد بريشر بالبيشنت ديابيتس؟ هي من هي؟ اي سنه بتعرف عندي تنسيل السكر جوفرمنت مثل ما قلنا بالاضافه الى البلد بريشر لورنج افكت عندها مينيمايز البروتين يوريا بنسميها عليها نفرو بروتكتيف. زين اذا المريض نورمال تنسيل لان البلد بريشر مالته نورمال وعنده نفروبات يصير يعني اي سنه بتعرف يعني انديكيتد او عندي تنسيل السكر جوفرمنت هو نورمال تنسيل ما عنده ضغط بس عنده بروتين يوريا وعنده نفروباتي indicated اي indicated بالحقيقه يعني الايس انهبيتر والانجيوتنسين ريسبتر جامبر indicated to in the treatment of diabetic nephropathy even in normal cases فاهم عدوى ضغط زين. بعد عندنا يصير عندنا لونج تيرم كومبليكيشن الريتينوباثي. بالحقيقة الريتينوباثي عندنا فيها ثلاث شغلات ثلاث مراحل ثلاث حالات واحدة من عندهن خطر وفي اثنين من الممكن ريسك فور ذا بلايندنس ريكوايرد تريتمنت. المرحلة الأولى من الريتينوباثي أنت بنفحصها بالعين يسموها عندنا نان بروليفراتيف ريتينوباثي. هذه المرحلة الأولى نان بروليفراتيف ريتينوباثي. المرحلة الأخطر والمرحلة المتقدمة من عندها يسمونها بروليفراتيف ريتينوباثي. بروليفراتيف يعني شنو بروليفراتيف؟ صاير عندنا ابنورمال جروث اوف شنو؟ بلد فيسل. هاي الابنورمال جروث اوف بلد فيسل
عاده ويك بلد فيسلز من الممكن يصير فيها ربشر، من الممكن يصير فيها ليكينج، وبالتالي البيشنت يصير عنده فايبروسيس، يصير عنده هيموريج بالعين، ومن الممكن حتى يصير عنده انفصام بالشبكيه هاي الريتينا ديتاشمنت، وبالتالي البيشنت يصير عنده بلاندنس. فاذا النان بروليفريتيف ديابيتيك ريتينوباثي هذه المرحله الاولى نت ريكواير تريتمنت، هي مرحله خطيره. المرحله الاخطر واللي ريكواير تريتمنت اللي نحكي عليها هي البروليفريتيف ريتينوباثي، لما يصير عنده اب نورمال جروث اوف بلاد فيسلز هاي من الممكن انه يصير فيها ريسك اوف هيموريد، ريسك اوف اكزودين يصير يطلع من عندها، ريسك اوف فايبروسيس وغيرها، وبالتالي يصير عنده بلاندنس. واكو حاله اخرى بالحقيقه ايضا من الممكن تصير هم خطره من المسوينا، وهي بالحقيقه الموست كومن كوز اوف بلايندنس يسمونها ماكيلار اديما، البيشنت ديفلوب ماكيلار اديما. هذه همينه بالحقيقه ريسكي كونديشن. اذا عندنا الماكيلار اديما والبروليفراتيف ريتينوباثي هذا ريسكي كونديشن كان ليد تو بلايندنس اند ريكواير فيتنج. شنو هي التريتمنت هسه مالتها؟ شنو هي التريتمنت؟ نعطي واحد عنده ريتينوباثي، عنده صاير عنده اب نورمال جروث بالبلد فيسلز. بروليفراتيف ريتينوباثي شو يعطي تريتمنت يعني؟ شو يسوي له تريتمنت؟ يعني هذا اول واحد شو يسوي هذا؟ شو يسوي له؟ شو يسوي هذا؟ شنو؟ ليزر. شنو الليزر يعني؟ بصوره مبسطه. هذا مسوي له عده بيشن مثل ما قلنا بروليفراتيف ريتينوباثي يعني عده اب نورمال شنو؟ بلد. انا اعطيه انجكشن اوف فوتو سنسيتيف داي، وهاي الفوتو سنسيتيف داي راح تروح لنا للاب نورمال بلد فيسل بالاضافه الى شنو؟ النورمال بلد فيسل. انا الليزر هي فوتو سنسيتيف يعني يصير لها اكتيفيشن، فانا اوجه الليزر على اليمن اكتيفيت ذا داي ان ذا اب نورمال بلد فيسل. انا هاي الليزر تسوي لي اكتيفيشن للداي اوجهها بس على شنو؟ الاب نورمال بلد فيسل، وبالتالي راح يصير بها اكتيفيشن تسوي لنا سلكتيف ديستركشن اوف ذا ابنورمال واضح يعني؟ انا اعطيك انجكشن اوف فوتو سنسيتيف داي راح تروح للنورمال والابنورمال بلد فيسلز، الليزر انا اوجهها بس على الابنورمال بلد فيسلز راح تسوي لي اكتيفيشن للداي اللي موجوده بيها، وبالتالي تسوي لنا سلكتيف ديستركشن اوف ابنورمال واضح يعني؟ مسألة الأخرى احنا قلنا بالبروليفراتيف ريتينوباثي يصير عندنا جروث بالبلد فيسلز، على مو صح اب نورمال جروث اوف ذا بلد فيسلز اللي يسوي لنا اياها هذا بروموت ذا جروث اوف اب نورمال بلد فيسلز يسمونه باسكولار اندوثيليال جروث فاكتور. اكو الجسم هذا يطلع لنا يسمونه باسكولار اندوثيليال جروث فاكتور يسوي لنا بروموت ذا فورميشن اوف اب نورمال بلد فيسلز. فاني شو اسوي له عندنا انتي بودي اجينست واس انتي شنو؟ فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور انتي بودي، عندي انتي بودي على هذا الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور. شو اسمه هذا الانتي بودي؟ شو يسمونه؟ يسمونه البي فاسيزوماب. بي فاسيزوماب هذا شنو هو الفارماكولوجي مالته؟ يسمونه يقول لك انتي فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور انتي بودي. اوكي يعني انتي بودي اجينست فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور. هذا شلون اعطيه؟ روت اوف ادمنستريشن انترا شنو؟ انترا شنو؟ فيترال، انترا فيترال يعني وين اسوي انجكشن؟ وين؟ بالعين اسوي له انترا فيترال انجكشن، اسوي له انترا فيترال انجكشن او في فازيزوماب او رانيزوماب وايضا يفهم فيه ممكن انه بعد الكومبليكيشن الاخرى نيوروباثي، نيوروباثي اعتقد يعني ويل نون، بيشنت شو يصير عنده بالنيوروباثي؟ شو يصير عنده؟ شو يشكو من شنو؟ بين، نمبنس، تيجلينج، هذا المفروض من بطراف السمنه وغيره، خدر، دوجع، نمل، هذه الشيء مالته، طبعا التريتمنت مالته ايش تعطيهم هذول؟ جابابنتين، فليجابالين، ترايسايكليك انتي ديبريسنت، بعد المظاهر النيوروباثي المريض شو يصير عنده؟ جاسترو شنو؟ يعني شنو جاستروكتريسيس؟ هاي كلها يعني كومبليكيشن مالت النيوروباثي. جاسترو كريسيس يعني السلونس
ذا جاستريك امتي. هل الجاستريك امتي يقطع وربما يتوقف بعد ما هو جاستريك امتي؟ واضح؟ زين هذا اذا واحد المعده ما تبغى تسوي له الجاستريك امتي قال شنطي تريد شنطي تريد شنطي شنطي ميتوكلوبرومايد. هذا ميتوكلوبرومايد واضح انه بروموتيف جاستريك امتي. زين الاريثرومايسين في علاقه جاوب الموضوع اريثرومايسين اور اريثرومايسين يعني باي وات ميكانيزم من الاريثرومايسين تستخدمه بالكاثروفريز؟ ها؟ شو العلاقه؟ زين احنا مو عندنا شنو اليوم ماكرولايد ازيثرومايسين والاريثرومايسين شنو الادفانتجز مالتهم بالمقارنه مع الاريثرومايسين؟ بالاضافه غير اللونج ديوريشن بالنسبه للسايد افكت يعني شنو؟ ما يسوي شنو؟ يقول ليش الاريثرومايسين شو يسوي؟ ليش؟ يسوي سامية لا مو عن نورمال لانه الاريثرومايسين انكريز الجاستريك موتيليتي هذن الادويه اللي تزيدنا الجاستريك موتيليتي يسموه البروكاينتيك ايجنت الاريثرومايسين عنده بروكاينتيك بروبرتي ستيمولييت الجاستريك موتيليتي وبالتالي عند الشخص هذا مباشر كسايد افكت يسوي لنا شنو يسوي لنا دياله بس انا هذا على مود السايد افكت مالته لانه بروموت الجاستريك امتي وبروموت الجاستريك الجاستروانتستاينال موتيليتي اني استخدمها فعلى مود السايد افكت مالته السايد افكت مالته لانه يسوي انه هو ليش يسوي له دياليا؟ لانه انهانس او ستيميليت الجي اي بي موتيليتي فما يصير تجيك المريض مثلا ديابيتك بيشنت وقال فيه اريثرومايسين بتقول له والله انا عندي دواء احسن من عنده ما ياثر على المعده وما ياثر ما يصير ما في سايد افكت هو علم الستايل افكت مالته مستخدمينه واضح يعني فبروكا عندك ايجن ارثروماتين ستيميليت الجاستيك زين المريض صار عنده اورثوستاتيك هايبوتنشن يعني شو معنى اورثوستاتيك هايبوتنشن؟ شو يصير فيه يعني اورثوستاتيك هايبوتنشن؟ يعني مني شويه من يقوم شو يصير فيه على الجذور عندنا؟ يدور يعني هذا بالضبط يعني هذا المريض خلينا نصوره يجي مريض نايم هذا من يقعد البلاد هذا بعد افكتور جرافيت راح ينزل هذا من هذا راح يصير عندنا بالفيتين والسيمفوم يدوخ وكذا زين انا شلون احلها هسه هاي المشكله يعني هذا واحد هسه هذا يجي من يوغا زين شلون احل هذه المشكله؟ عندنا هاي المساله مصيبه هذا بطل شو اسوي له؟ ها؟ شو اسوي له؟ يدرس نملي صحيح فهذا اذا درس البطل بعد ما عنده هذه المشكله من اللي راح يدرس لنا الدم؟ يدرس لنا البلد بس هو من وين؟ لودر كورتيزون لانه شو يسوي لنا هو صوديوم هذا وقت الصوديوم يعني هذه الادويه اللي تريتمنت مالتهم الاورثوستاتيك هايبوتنشن باي اكسبانشن اوف ذا بلاد فوليوم اكسبانشن اوف ذا بلاد فوليوم يا اما نعطي لودر كورتيزون يسوي لنا هذا المجرار الكورتيكوي صوديوم هذا وقت الريتنشن او حتى يعطوهم اندوميثاسين اندوميثاسين هذا النان ستيرويدر انتي انفلامتري دراج لانه هو من الاكثر يسوي لنا صوديوم اند ووتر ريتينشن فيسوي لنا اكسبانشن اوف ذا فوليوم وبالتالي كذا طبعا اللاين اوف ذا تريتمنت الله هذا البطل اذا ما تقدر ترسل المفروض شو تسوي له؟ بتعصر تسوي له بيزو كواتش تركيها بعض المايكرو تريتمنت وغيرها ديابتك دياريا او قسم من عندك مثل عندك ديابتك دياريا تقدر نعطيهم دوكسيسايكلين او طبعا الكورينري هارت ديزيز سجلناها وهي طويله بس تريتمنت يعني باي يعني قلنا الانديو التنسيل ريسبتر او الاي سنتيمتر هي ريكومندد تريتمنت قلنا الاخير شيء هي الفود الصح او ديابيتك فود حكينا اعتقد بالكورس الاول قلنا تقريبا كل نص دقيقه يصير عندنا امبوتيشن طبعا الاسباب مالت السببين الرئيسيين اللي هي اولا بريفرال باسكولار ديزيز بريفرال باسكولار ديزيز هذا الاثيرو سكلروسز وغيره يصير عندنا اسكيميا وبالتالي الاسكيمي الاسكيميا هذا راح تريد البصل بلاي تريد النيوتريانت تريد الاكسجين للمنطقه وايضا المساله الاخرى هو شنو؟ النيوروباثي النيوروباثي شلون كونتريبيوتنج تو فود هيلث اول شيء لوس اوف بين سنسيفيتي فالمريض نبات يتعور ينجرح كذا هذه ما يحس بها والمساله الاخرى هو البريفرال باسكولا المساله الاخرى بالنيوروباثي يقلل التعرق فالاسبيريشن وبالتالي شو يصير عندنا دراينس اوف ذا سكين وبالتالي يصير عندنا كراكوينج وبالتالي المريض ممكن انه يصير عنده هاي فنحن لانه بريفرال باسكولار ديزيز قلنا اكو فيزو كونستركشن اكو اسكيميا بس
ايش بعد نعطيهم؟ بريفرال شنو؟ فيزا دايلتر من توكسي بلين والستايلوزوم. وعندنا النيوروباثي قلنا اكثر شيء هذا اللي يصير عندنا دراينس اوف ذا سكين فالمفروض شنو نعطي ديلي؟ شنو الخليل؟ شنو الخليل هذا دراينس اوف ذا سكين؟ نعطي بازلين وغير البازلين هذا المفروض البيشن يعني ديلي ابلكيشن اوف ذا بازلين عم نقول لك كيف ذا سكين هايدريتد ومويستر دراينس اوف ذا سكين. طبعا اذا صارت البيشن هاي ممكن انه الابصر يصير بها شنو هي؟ انفكشن وبالتالي حتى من الممكن انه يصير لنا الامبروس وحتى الامبوتيشن وبالتالي هذا ريكواير اذا صارت عندنا دايركت فوت انفكشن هذا ريكواير انتي بايوتيك تريتمنت وبرود سبكترم انتي بايوتيك عاده. هسه شوف احنا هنا عندنا في المستشفيات يعني هذا عندنا مثلا ايروبيني ايروبيني هذا لانه الاوفر فاليو 50000 وكذا اللي سعرها فعادة الان ريستريكتد رافيها الا للحالات اللي تستوجب كل شيء واحدة من ضمنها مثلا الديابيتيك فود ينطرهم تريتمنت ينطرهم احيانا حتى التريتمنت مالته